الناس وببلدنا. لهذا وقعت على أمر تنفيذي لتصليح البنية التحتية المعطلة Empire State Building. هذا المبنى موجود على بعد خطوات، واستغرق مني الأمر 11 شهرا لبنائه، أو استغرق الأمر 11 شهرا لبنائه، ولكن الآن يستغرق الأمر ربما 20 سنة أو 10 سنوات أو عقد من الزمن للحصول على تراخيص لشق الطريق السريع. على سبيل المثال 16 ترخيص وتسع وكالات فيدرالية وتسعة وعشرون قانونا يجب أن يلتزم بها أولئك الذين يريدون أن يشقوا طريقا. على سبيل المثال هذا يسبب تعطيلا وهدرا لمليارات الدولارات، ولكن هذا أيضا يحرم الأمريكيين من البنية التحتية الحديثة. إن هذه النظم تؤثر على أمريكا، وهذا يجلب العار لنا، وهذا جرح عميق. أريد أن أظهر عليكم بعض التفاصيل، وأريد أن أظهر هذا على الإعلام. هذا ما يستغرقه الأمر للحصول على ترخيص اليوم. إلين، يمكنك أن تري هذا. إذا استغرق الأمر 10 سنوات أو 20 سنة. هذا هو مخطط بياني. 17 سنة استغرق الأمر لشق طريق في ولاية لا أريد أن أتي على ذكرها، 4.6 ملايين دولارات كان يمكن أن أشقه أنا شخصيا، ولكن استغرق الأمر 17 سنة وملايين الدولارات. إذن هذا هو بيت القصيد. هنا سيستغرق الأمر سنتين فقط، وهذا سيحصل بسرعة، وهذا ما سوقع عليه. سنتين فقط يستغرق الأمر لشق طريق سريع. سوف يكون الأمر سريعا، والإجراء سوف يكون بسيطا مبسطا. وإذا لم يفي بالمعايير البيئية لن نوافق عليه ببساطة. إذا دعونا نحتفظ بهذا ونلقي بالنموذج الآخر جانبا. إذا ما أحببتم ذلك المخطط الطويل أيها الإعلام يمكنكم التحصل عليه. إذا الهيئات يجب أن تعمل مع بعضها البعض لكي تتضافر الجهود، ولكي يكون لدينا هيئة واحدة لجميع المشاريع الكبرى. والهيئات يجب أن تساءل إذا لم تكن الإجراءات مبسطة سهلة يسيرة. إذن البنية التحتية يجب أن نبنيها بتكلفة غير باهظة، وإجراءات الحصول على الترخيص فتكون سريعة. لا يمكن أن تعطل هذه المسائل، ويمكن للتأخير أن يأخذ حيز التنفيذ النظام الفاسد الذي يستفيد منه أولئك من جماعات الضغط أو الآخرين لن يحصلوا على هذه الاستفادة. طبعا هذا المبنى حصلت على تراخيص بطبيعة الحال، وبنيت كثير من المباني في منهاتن، أو حصلت على تراخيص للمباني التي بنيتها هنا. طبعا المستشارون هم أثرياء، وهم يضغطون على الكونغرس وعلى الحكومات المحلية والمركزية لكي تدفع لهم أموال طائلة. لذلك نحن نبسط الإجراء، ولن يكون لدينا الكثير من المستشارين، ولن يكون لدينا الكثير من التعطيل، ولن تتداعى البنية التحتية. سوف نبني طبعا سكك حديدية وأنفاق وطرق سريعة وجسور ومطارات وموانئ، وسوف نبني ذلك بسواعد أمريكية وبألمنيوم وفولاذ أمريكيين. سوف نستحدث ملايين من الفرص، وسوف نجعل الملايين من الأحلام تتحقق. البنية التحتية سوف تكون الأفضل. كان لدينا البنية التحتية مميزة في السابق، أما الآن فنحن شبيهين بالبلدان النامية من العالم الثالث. بالفعل بنيتنا التحتية سوف تكون مجددا الأفضل في العالم، وسوف نستعيد الفخرة في بلادنا،
والأمريكيون سوف يفخرون بالبنية التحتية التي نزعم نعتزم بناءها. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وبارك الله بأمريكا. ميك يمكنك أن تأتي إلى هنا. إذا كانت لديكم أي أسئلة يمكنكم أن تطرحوها. ميك مالفيني تفضل إلى هنا. مجلس التصنيع، مدراء التنفيذيون يغادرون هذا المجلس. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون فرص العمل على محمل الجد. نحن نريد أن نستحدث فرصا، ولكن الأشخاص الذين تحدث عنهم هم خارج هذه البلاد. هو الكثير من المنتوجات تصنع في خارج البلاد. ميركا على سبيل المثال، هذه الشركة منتجاتها خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية. نحتاج إلى إنتاج المنتجات هنا. هناك أشخاص سوف يذهبون ويغادرون أمريكا وهم محرجون، وأنا كنت طبعا أحاضرهم وألقي عليهم محاضرات وأقول أن شركاتكم يجب أن تأتي إلى أمريكا. لا يمكن أن تقوموا بذلك في إيرلندا وفي مناطق أخرى. وهذا ينطبق على الرجل الذي تحدثت عنه. أريدهم أن يعودوا هنا، أريد التصنيع أن يعود هنا إلى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستفيد العمال الأمريكيون. لماذا انتظرت كثيرا؟ لم انتظر كثيرا، لم انتظر كثيرا. اردت ان اتاكد بخلاف السياسيين الاخرين، اردت ان احول النظريه الى واقع، ولم ارد ان اصرح بسرعه. في يوم السبت تصريحي كان مشذبا مباشرا، لهذا اعتمدت على الحقائق، واستغرق بي الامر الوصول الى الحقائق، اما انت فلا تعرفين الحقائق. وهناك إجراء مهم، وهذا إجراء مهم اتبعناه. لم أرد أن أسرع من هذه الخطوات، أردت أن أعرف الوقائع والحقائق. إذا ما عدت إلى بحقيقة الأمر، أنا أتيت بهذا التصريح هنا. كما قلت، تذكري يوم السبت، نحن نندد بأشد العبارات الكراهية والعنف المشين. هذا ليس له مكان في أمريكا. ومن ثم استمريت في حديثي. اسمحي لي على رسلك. عندما أدلي ببيان أريد أن أكون محقا. هذا الحدث حصل، وهناك أحداث لم تحصل بعد. هذا الحدث قد حصل للتو. وقبل الحديث عن هذا الأمر أو ذاك، أريد أن أغربل الوقائع. في حقيقة الأمر، الشابة الرائعة والتي ذهبت إلى الام بي سي كتبت أمها إلي رسالة، وقالت طبعا من خلال تويتر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قالت أمورا لطيفة، وأنا أثمن ذلك. بطبيعة الحال الشابة كانت رائعة مميزة تلك التي قضت، ولكن أمها شكرتني. وإذا لم يكن الإعلام زائفا، وإذا كان نزيها، كان يتعين عليه أن يقول أنا ما تفوهت فيه كان لطيفا. ولكن بخلافك أنت وخلاف الإعلام، قبل أن أدلي ببيان أنا أتحقق من الوقائع. ماذا عن الأسئلة الخاصة بالبنى التحتية؟ أنت فقدت فرصة ربما لتلم شعث هذه البلاد. كلا كلا، أنا استحدثت أكثر من مليون فرصة عمل. البورصة مميزة، الأسهم بلغت عنان السماء، واقتصادنا مميزة، ونحن أعمالنا التجارية مميزة، ولدينا حماسة أيضا مستوياتها مرتفعة. رئيس وولمارت، وأعرفه طبعا، كان يتحدث ببيان سياسي. أنا أقوم بذات الشيء. لماذا؟ لأنني أريد أن أتأكد عندما أدلي ببيان بأن البيان صحيح يعتمد على وقائع. ولم يكن لي أن أدلي ببيان صحيح على عجلة. بخلاف، أنا لم أعرف ديفيد ديوك ولم أره هناك. أنا أردت غربلة الوقائع كما قلت، وعندما أتت الوقائع اعتمدت عليها.
الكثير طبعا قالوا أن بياني كان مميزا، كان تعين عليه القيام بذلك والإدلاء بتصريحه على نحو المسبق. لم أستطع أن أفعل ذلك لأن الوقائع لم تصل إلي جميعها. اسمح لي، من أهمية بمكان أن أحصل على الوقائع وعلى نحو صحيح، وإلا فإن البيان كان يمكن أن يكون سريعا ولكن من دون وجود وقائع وحقائق. البيان التالي اعتمد على بيانات كان مطلعا. اسمح لي، هناك الكثير من الأمور لا يعرفها الناس. أنا أردت أن أعرف الوقائع ببساطة. كيف تشعر بشأن الحدث؟ طبعا قائد السيارة هو يجلب العار له ولأسرته ولأمريكا. يمكنك أن تسميه هذا الحدث إرهابيا أو يمكنك أن تسميه قتلا. أنا أسميه طبعا الرجل الذي يمكن أن نصل به المطاف إلى المحكمة لتصدر عقوبة بحقه، عقوبة سريعة. إن سائق السيارة كان قاتلا وما قام به كان عملا لا يبرر وعمل مروع مروع. لم أتحدث عن بانن، لم أتحدث مع بانن بشأن هذا الأمر. هل لديك ثقة ببانن؟ سوف نرى. أنا يروق لي بانن وهو صديقي، ولكن بانن أتى متأخرا. تحدثت مع السبعة طبعا بطبيعة الحال. بانن لحق بركب حملتي لاحقا بعد 17 محطة. هو ليس عنصريا وهو شخص لطيف، وهو بطبيعة الحال ينظر إليه بعض الناس بغبن، ولكن هو رجل طيب، وأعتقد أن الإعلام يعامله على نحو غير منصف. اتش ار ماكماستر، طلب الناس منك ان السناتور ماكين، تعني السناتور ماكين الذي صوت ضد اوباما كير، من هو؟ هل تعنين السناتور ماكين الذي صوت ضد الوصول الى تنحيه اوباما كير جانبا؟ قال وربط مجموعات بمجموعات اخرى. أنا أعلم أن السيناتور كان بطبيعة الحال يتحدث وهو يعرف عما يتحدث، ولكن ماذا عن اليمين المتطرف؟ عرفي لي اليمين المتطرف، عرفي لي اليمين المتطرف. ماذا عن اليسار المتطرف؟ اليسار المتطرف، هل لدى اليسار المتطرف أي ملومية على يديه؟ هم كانوا يأتوا أيضا بالعصي وكانوا يقارعون الآخرين، أعتقد أنهم ملامون أيضا. بالنسبة لي ذلك اليوم كان يوما مروعا. انتظر، أنا لم أنتهي أيها الإعلام المزيف، انتظر. كان ذلك يوما مروعا. سأقول لك شيئا، لقد شاهدتم الحدث. كان ثمة مجموعة عنيفة جدا، وهناك أيضا مجموعة أخرى بادرت العنف ذاته. كان هناك أشخاص من دون رخصة وكانوا عنيفين جدا واقتحموا المكان في ذلك اليوم. ما تسميه باليسار المتطرف، هل هم نازيون جدد؟ أولئك جميعهم نددت بهم، لقد نددت بالنازيين الجدد، ولكن لم يكن جميع أولئك الأشخاص نازيون جدد، ولم يكونوا ينتمون إلى عقدة البيض الفوقية. هم أشخاص أرادوا بطبيعة الحال أن يعترضوا على إنزال تمثال روبرت لي. وإذا ما كنتم إعلاما نزيها وأنتم لستم نزيهين في كثير من الأحوال، الكثير من الناس كانوا هنالك موجودون بسبب روبرت لي وتمثاله الذي أنزل.
لذلك المكان. ستون ميل جاكسون كان سيأتي. أنا أتساءل هل جورج واشنطن أو هل توماس جيفرسون سوف يأتي في الأسبوع القادم؟ سوف يسألون أنفسكم سؤالا، متى ستنتهي هذه الأمور؟ ولكن هناك سؤال آخر، إذا نظرت إلى الليلة الفائتة كانوا يحتجون بسبب إنزال روبرت لي، إنزال تمثال روبرت لي. ماذا عن الرخص الخاصة بالبلدية؟ هذا يعتمد على موقع البنية التحتية. هل تعتقد أن الأمور ساءت منذ أن اعتلت سلطات الحكم؟ أعتقد أن الأمور أصبحت أفضل أو أسوأ، لا أدري، ولكن يمكنك أن تسأل سيد أوباما لأنه خاطب الناس بهذا الشأن. الأمور كانت تختمر تحت السطح، ولكن أنا أؤمن أنني أتيت بملايين من فرص العمل، وأعتقد أن هذا سيكون له وقع إيجابي على العلاقات بين الأعراق. لدينا شركتا سيارات ويسكونسن، وفي ويسكونسن وهناك فوكس، أيضا شركة فوكس. أعتقد أن شركات كبرى ستعود أدراجها إلى أمريكا، وهذا سوف يؤثر إيجابيا على العلاقة بين الأعراق والقوميات بسبب الوظائف. الناس تريد الوظائف وتريد رواتب مميزة، وعندما يحصل الناس على ذلك فسترى كيف ستكون العلاقات. نحن طبعا نلعب دورا أساسيا في ضخ الأموال في الأحياء الفقيرة في وسط المدن. إذا هل أنت تقارن البيض بالمجموعات الأخرى واليسار واليمين؟ كلا، أنا لا أقارن، ولكن أقول أن هناك عنف، وكان هناك عصي، وكان هناك مشاهد مروعة، ولكن يمكنك أن تسميهم اليسار. اليسار أيضا اعتدى على المجموعة الأخرى، هذه هي الحقيقة، يمكنك أن تسميها كما شئت. قلت أن هنالك ملومية يجب أن تطغى على الطرفين. نعم، يجب أن نلوم الطرفان، ولا شك في ذلك، وأنتم لا تشكون في ذلك. وإذا ما تحدثتم عن الأمر بنزاهة كان يمكن أن تقولوا كما أقول. كان هنالك أشرار في تلك المجموعة، ولكن كان هنالك أيضا أشخاص أيضا صالحون جيدون من المجموعتين. أنا رأيت المشاهد ذاتها. كان هنالك أشخاص ينتمون إلى المجموعة الأولى، كانوا يحتجون بسبب تنحية التمثال الذي يعني لهم الكثير، روبرت لي، وكانوا يريدون أن يسموا التمثال بتمثال آخر. جورج واشنطن كان لديه عبيد، هل كان جورج واشنطن يحوز العبيد؟ هل سننحي جانبا تمثال جورج واشنطن؟ وماذا عن توماس جيفرسون؟ هل تحب توماس جيفرسون؟ نعم، جيد. هل سننحي جانبا توماس جيفرسون؟ لأنه كان يمتلك العبيد أيضا. إذن أنتم تغيرون التاريخ وتغيرون الثقافة، وأنا لا أتحدث عن النازيون الجدد والقوميون البيض لأنه يجب أن ننادد بهم، ولكن هناك الكثير من أولئك الأشخاص بعيدين تماما عن الوطنيين البيض، والإعلام عاملهم بغبن. في المجموعة الأخرى كان هنالك أيضا أشخاص صالحون، ولكن أشخاص أيضا أشرار كانت رؤوسهم مكيسة، وكان لديهم عصي، وكانوا يتشحون بالسواد، وهناك كثير من الأشرار أيضا في الجهة المقابلة. إذا هل تقول أن القوميين البيض عملوا بغبن؟ كلا، هناك أشخاص آخرين في تلك المسيرة. وأنا نظرت إلى تلك المسيرة في الليلة السابقة، كان هناك أشخاص يتظاهرون بسبب تنحية تمثال روبرت لي جانبا، وفي اليوم التالي لحق بالركب النازيون الجدد أو الوطنيون البيض بغض النظر عن أسماء، ولكن
كان هنالك أشخاص وببراءة وعلى نحو شرعي أرادوا الاحتجاج لأن الموافقة كانت لديهم والترخيص كان لديهم، المجموعة الأخرى لم يكن لديها ترخيص. إذن هنالك وجهان للقصة، ولكن أقول تلك اللحظة كانت لحظة مروعة لبلدنا. ولكن هنالك هل هنالك سؤال بشأن البنية التحتية؟ كيف ستمرر هذا القانون؟ لقد اقتربنا بطبيعة الحال من تمرير أوباما، من تمرير إبطال أوباما كير، ولكن جون مكين رفض ذلك. كنا على وشك تمرير قانون الرعاية الصحية الجديد، ولكن البنية التحتية أعتقد أن الحزبان يوافقان على هذا القانون، وأعتقد أن الديمقراطيون سوف يشجعون البنية التحتية. هل تحدثت مع أسر الضحايا؟ سوف أتواصل معها. نعم، متى؟ اعتقدت أن البيان الذي أدليت به أو الأم وبيانها كان بيانا مميزا، وأقول لكم أنني أثمن ما قالته، كانت استجابة رائعة نظرا إلى الظروف التي كانت تمر من خلالها. شكرا لكم جميعا.